أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأ معكم بأهم العناوين. الرئيس محمد مرسي يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء هشام قنديل وحكومته يستعرضون خطتهم للتنمية المتكاملة أمام الرئيس مرسي. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى الرئيس محمد مرسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، وتناولت المباحثات الثنائية بين الجانبين بحث الوضع في غزة عقب الهجمات الإسرائيلية مؤخرا على القطاع، ومدى إمكانية إتمام المصالحة الفلسطينية، وبحث التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية. من جانبه صرح محمود عباس بأن اللقاء مع الرئيس مرسي تضمن مناقشة الخطوات المقبلة للشأن الفلسطيني، قائلا: قلوبنا مفتوحة للأمريكان والإسرائيليين، وفور حصولنا على صفقة المراقب سنبدأ المفاوضات. قال دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن حياة المواطن لن تتغير بالشعارات، مضيفا أنه بقدر ما نحقق في واقع معيشة المصريين سنكتسب ثقتهم. وأشار رئيس الوزراء خلال بيانه اليوم أمام الرئيس مرسي حول خطة الحكومة بعد مرور 3 أشهر منذ تكليفها إلى أن إرساء مبدأ المحاسبية أهم مقومات المرحلة، فلا أحد فوق الحساب، ومن لا يخطئ لا يعمل. وفي بداية عرضه لخطة الحكومة ورؤيتها أمام الرئيس مرسي، قدم قنديل الأهداف 4 للثورة، والتي تتمثل في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى تحقيق الأمن. وقال رئيس الوزراء إن هذا هو تكليف للحكومة الحالية والحكومات المقبلة. تم عرض على السيد الرئيس ما قامت الحكومة بتحقيقه على الأرض خلال 3 أشهر الماضية. يعني يمكن التحدي الكبير اللي بيواجه كان اعداد هذا البيان، ان احنا يعني هذا يعني المناخ الحالي الموجود مناخ يسيطر عليه الاستقطاب والاحتقان ويفتقر اليقين والثقه والاجماع الوطني، وفي نفس الوقت هناك تحديات محليه واقليميه ودوليه اقل ما يقال عنها ان هي ليست يعني او انها غير مسبوقه، بإضافة إلى توقعات سقف توقعات مرتفع، لأن الشعب المصري انتظر، الشعب المصري انتظر منذ الثورة يعني بعد 11 فبراير، من 12 فبراير توقع الشعب المصري أن يقطف ثمار الثورة، وتأخر ذلك كثيرا مما أدى إلى ارتفاع سقف التوقعات. على هذا الأساس عند إعداد هذه الخطة كان ارتكزنا على 4 أشياء. الشيء الأول المرجعية، المرجعية تتمثل في أهداف الثورة الأربعة: عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. وإدراكنا الكامل بقدر ما نحقق من تلك الأهداف من ذلك الأهداف على الأرض بقدر ما تستعيد الحكومة، أي حكومة، مصداقيتها عند الشعب المصري. ثانيا المرتكز الثاني يعني ال 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 الاتساق بين الأقوال والأفعال. وحقيقة نريد دائما وكما يريد الشعب كله أن يرى أفعال على الأرض وليس فقط أقوال. المرتكز الثالث والهام جدا هو أن الشعب يجب أن يشارك. يعني انتهى العهد أن يكون الشعب طرفا سلبيا في المعادلة، بل يجب أن يكون طرفا إيجابيا، ليس فقط في التخطيط ولكن أيضا في التنفيذ والإشراف. النقطة أو المرتكز الرابع هي التحلي بفضيلة النقد الذاتي. ليس من المنطقي أن أي حكومة بتعمل في العالم تكون يعني مسيرة مضفرة بالإيجابيات وليس هناك أي أخطاء. فبالتالي من 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 يعني من الواجب علينا أن احنا عندما نخطئ أن نعترف بأخطائنا ونقول كيف تعاملنا معها ونعاقب المخطئ بنزاهة وشفافية. يستأنف أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اليوم مناقشة بعض مواد الدستور الجديد قبل إقرارها.
وكانت الجمعية في اجتماعها أمس قد وافقت بشكل نهائي على 14 مادة من إجمالي 28 مادة الواردة بباب الدولة والمجتمع من باب المقومات الأساسية بالمسودة الأولية لمشروع الدستور. وإليكم التفاصيل في التقرير التالي. لإقرار دستور مصر الجديد تستأنف اليوم الجمعية التأسيسية للدستور التصويت على بقية مواد مسودة الدستور والتي كان قد صار جدل بشأنها في وقت سابق. الجمعية في اجتماعها أمس كانت قد وافقت بشكل نهائي على 14 مادة من إجمالي 28 واردة بباب الدولة والمجتمع من باب المقومات الأساسية بالمسودة الأولية لمشروع الدستور، مع إحالتهم إلى لجنة الصياغة المصغرة لصياغتها بشكل نهائي. الامتداد الأسيوي لمصر، هذه العبارة الواردة في المادة الأولى من باب المقومات الأساسية، تسببت في مناقشة حادة بين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وعمرو موسى، حيث أبدى الأخير تحفظه على إطلاق هذه العبارة بالدستور الجديد، وتنص هذه العبارة على أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة لها سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية وتنتمي إلى حوض النيل والقارة الإفريقية، ويعتز بامتداده الأسيوي وبمشاركته الإيجابية في الحضارة الإنسانية. مصدر بالجمعية التأسيسية صرح بأنه ستتم مناقشة الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات اليوم، أما الباب الثالث الخاص بنظام الحكم فسيبحثه أعضاء الجمعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، كما أنه سيتم الانتهاء من تلقي ودراسة الاقتراحات وإجراء الصياغة النهائية يوم 19 من نوفمبر الجاري، موضحا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على المواد وإنما طرح مواد بديلة للتصويت على المادة الأساسية أو البديلة دون تغيير. صرح مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت أن قوات الأمن تمكنت من فتح موقع محطة كهرباء العين السخنة بعد 3 أيام من قيام عمال الشركة الإنشاءات التي تعمل بالمحطة بغلقه لمطالبتهم بالتعيين، مما أدى إلى خسائر بالملايين. وأوضح عادل رفعت أنه تم إرسال قوة ضخمة من قوات الأمن فجر اليوم لتأمين الموقع، وفور مشاهدة المعتصمين هذا المشهد ابتعدوا عن باب المحطة دون حدوث أي اشتباكات. وقال مدير الأمن إنهم قاموا بالتنسيق مع وفد من العمال للذهاب إلى وزير الكهرباء لتقديم مطالبهم والبت فيها وإنهاء هذه الأزمة بالكامل وعدم العودة إلى غلق المحطة مرة أخرى. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي دعم الجامعة العربية اتفاق المعارضة السورية في الدوحة، وطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به ودعمه. وقال العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بمقر الجامعة العربية اليوم بالقاهرة بحضور رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتوت إن الدعم الأوروبي يعزز مهمة المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. كما طالب العربي الجانب الأوروبي بدعم الطلب الفلسطيني يوم 19 من نوفمبر الجاري للحصول على صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الطلب هو طلب مشروع ولا يتعارض مع من يطالب بحل الدولتين وتحقيق السلام. إذا تصاعد العنف، وإننا هنا نناقش ما نناقشه اليوم سيدعم مناقشتنا في المجلس الوزاري في الأسبوع القادم الذي سيثري مناقشتنا في الأسبوع القادم، وأيضا نفكر في الموقف في الساحل حيث يتم الاتجار غير المشروع في البشر والأسلحة يؤثر علينا جميعا. إن أمامنا تحديات لها تحديات وتداعيات على أمننا واستقرار، نريد مناهج ومسالك إقليمية، ومن ثم نريد أن نعزز التعاون القائم، ولهذا ينبغي أن نعمل معا. أعطي الكلمة الآن لمعالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، تفضل. أود في البداية أن أرحب بالوفود الأوروبية في بيت العرب في جامعة الدول العربية، وأتمنى لهم إقامة سعيدة، وأتطلع أن يشكل هذا الاجتماع اليوم منطلقا جديدا لبناء مرتكزات للتعاون العربي الأوروبي بعد اجتماع الأول الذي عقد في مالطا منذ 8 سنوات، والذي وضع اللبنة الأولى
لمسار هذا التعاون، آملين أن تترجم الإرادة السياسية المشتركة التي تحذونا جميعا في إحداث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات ووضع الإطار المؤسسي المناسب للتشاور السياسي والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ومن أخبارنا الاقتصادية، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الأربعة مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليربح رأس مالها السوقي نحو 2,900,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.82%. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.11%. بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%. وإلى العنف في سوريا، حيث أفاد نشطاء بتعرض مناطق سورية عدة لقصف من الطيران والمدفعية التابعة للجيش النظامي السوري في ظل استمرار الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوى النظامية، ما أسفر عن مقتل 76 شخصا. وفي مدينة رأس العين في الحسكة على الحدود مع تركيا، واصل الطيران الحربي الحكومي قصفه للمدينة في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بالرشاشات بين طرفي النزاع، وذلك في محاولة من الجيش السوري لاستعادة السيطرة على بلدتي رأس العين وتل طمر اللتين سيطر عليهما مقاتلو المعارضة الخميس الماضي. ويأتي استمرار أعمال العنف في سوريا غدا اعتراف الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا عن المعارضة السورية، داعية إلى دعمه سياسيا وماديا. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي رفض طهران الحازم المخطط الأمريكي البريطاني الرامي إلى فرض منطقة حظر جوي على سوريا. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم عن صالحي قوله إن طهران تعارض أي خيار ينتهك المواثيق الدولية ويرمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن الرأي العام العالمي سيعارض أيضا تنفيذ مثل هذه الخطوة. وفي سياق متصل، وجه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء إلى الدول المانحة بجمع مساعدة مالية لمساندة تركيا على زيادة قدرتها على استيعاب اللاجئين السوريين. وإلى فلسطين، حيث ارتفع اليوم عدد قتلى العنف في قطاع غزة والمستمر منذ السبت الماضي إلى 7 أشخاص. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن فجر اليوم غارتين على قطاع غزة، كما أطلق ناشطون فلسطينيون صواريخ على جنوب إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الناطق بلسان الجيش أن الغارتين استهدفتا موقعي إطلاق قذائف صاروخية شمالي القطاع. وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رهنت مساء أمس وقف هجماتها بوقف التصعيد الإسرائيلي. وقالت الفصائل عقب اجتماع دعت إليه حركة حماس في غزة إن طبيعة رد المقاومة يتوقف على مدى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع. وحملت الفصائل إسرائيل مسؤولية خطورة التصعيد الخطير المستمر في القطاع منذ السبت الماضي. إن القوى الوطنية والإسلامية تؤكد مجددا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتصدي لكل أشكال العدوان بكل الإمكانيات المتاحة، مؤكدة أن رد المقاومة يتوقف على مدى استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. وعلى صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن دعم موسكو الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت بين إسرائيل وقطاع غزة وإعادة الهدوء إلى المنطقة. وقالت الخارجية الروسية إن الأوضاع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تفاقمت أخيرا بشكل ملحوظ، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين من الطرفين. من جانبها، أكدت بريطانيا دعمها الجهود المصرية الساعية إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة،
كما دعت إلى ضبط النفس. وقال وزير الخارجية ويليام هيج أنه يدين قيام بعض المسلحين في غزة إطلاقهم عددا من الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل. تمكنت الولايات المتحدة وألمانيا أمس من الفوز بمقعدين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في انتخابات لقيت انتقادات واسعة وشهدت منافسات حادة بين الدول الغربية. وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 بلدا كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وإيرلندا للحصول على 3 مقاعد في المجلس، بينما كانت فنزويلا وباكستان وإثيوبيا من بين 15 بلد آخر ستحصل على مقاعد في المجلس بموجب اتفاقيات متفق عليها مسبقا من قبل مجموعات إقليمية. أعلن مصدر في الشرطة الأفغانية أن 3 صواريخ أطلقت صباح اليوم على العاصمة الأفغانية كابول وأسفرت عن سقوط قتيل. وقال قائد شرطة كابول محمد أيوب سلنغي إن أحدها سقط بالقرب من محطة تلفزيون، في حين سقط الثاني بالقرب من حي سكني شرقي المدينة حسب وزارة الداخلية. وأوضح قائد شرطة كابول لوكالة فرانس بريس أنه عثر على صاروخ رابع لم ينفجر مع الهاتف الذي كان سيستخدم كصاعق، وأطلقت جميع الصواريخ من كروم العنب في ضاحية كابول بحسب المصدر نفسه. وإلى أخبار الرياضة، حيث يختتم اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم استعداده لمباراة جورجيا الودية الدولية المقرر إقامتها غدا في إطار استعدادهما لتصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. ويسعى المدير الفني إلى المنتخب بوب برادلي خلال تدريبات الليلة إلى تنفيذ خطة المباراة، خاصة وإنه يعتبرها تجربة مفيدة فنيا للاعبين. وكان برادلي قد برر موافقته على اللعب مع جورجيا بأن المنتخب في حاجة إلى مباريات ودية قوية حتى يصل إلى المستوى المطلوب قبل استئناف مشواره بتصفيات كأس العالم. وكان المنتخب قد أدى أول تدريباته في جورجيا أمس على أحد الملاعب الفرعية عقب وصوله إلى العاصمة. بدأ النادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل بتونس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي المقابل دخل فريق الترجي أمس في معسكر تدريبي لمدة 5 أيام استعدادا للقاء الأهلي بملعب راتس جنوبي العاصمة تونس. ووافقت وزارة الداخلية التونسية على حضور 31,000 مشجع إلى المباراة المرتقبة السبت المقبل وسط تشديدات أمنية كبيرة. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم بالقاهرة قد انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. تقدم أولا وليد الهشري للترجي، ثم تمكن السيد حمدي مهاجم الأهلي البديل من التعادل للأهلي قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء. مشاهدينا الكرام، بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. أشكركم وإلى اللقاء.